اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في مطبخكم، مطبخ الأمل. إذا كانت هذه أول زيارة لكم للقناة ديالي، نتمنى أنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش توصلوا بأي جديد. اليوم غادي نقدم لكم كرواسة رخامية الشكل، كتجي رائعة مورقة فقط بعجينة 10 دقائق بدون دلك بدون توراق وبكمية زبدة قليلة. إن شاء الله تجربوها وتنال الإعجاب ديالكم. بالنسبة اليوم غادي نقدم لكم إن شاء الله كرواسة كتجي رائعة بالنسبة كمرحلة أولى من العجين. عندي جوج كيسان تاع الدقيق الأبيض الخاص بالحلويات، هنا عندي ما بين جوج كيسان حتى لثلاثة الكيسان ديال الماء دافئ، جوج أو ثلاثة على حسب الكمية. أنا بغيت الكمية تكون كثيرة شوية، غادي ندير ثلاثة الكيسان ديال الماء دافئ. يمكن لكم تضيفوا جوج أو ثلاثة اللي حبيتو. عندي هنا ثلاثة المعالق تاع السكر السنيدة، كتبقى على حسب الذوق. عندي هنا الخميرة حبيبات الخاصة بالخبز، من الأحسن تستعملوا الحبيبات، إنما غاديش ما كديرش الريحة في العجائن، لأن خصوصا دابا الحال سخون، يعني من الأفضل الحبيبات إلا ما توفرتش ديروا الخميرة المعجونة. عندي هنا جوج معالق ديال الحليب غبرة، لما متوفرينش يمكن لكم تستغنوا عليهم، ولكن تعوضوا الماء بالحليب السائل. كذلك عندي الخميرة الخاصة بالحلويات من فئة 8 غرام. هاد المقادير هي المقادير أولية، باقي عندي مقادير أخرى نضيفها في المرحلة الثانية. دابا نمروا نبداو على بركة الله. غادي نبدأ بالماء، يمكن لكم تخلطوا هاد المقادير في الخلاط اليدوي، كما يمكن لكم ديروه في الخلاط الكهربائي. غادي نضيف حليب غبرة، كذلك خميرة حبيبات، سكر سنيدة، خميرة خاصة بالحلويات، كذلك غادي نضيف ملعقة الخل. سمحوا لي نسيت، غادي نضيف ملعقة ديال الخل كتعطينا واحد الهشاشة للعجينة، ملعقة كبيرة. غادي نخلط هاد المقادير، ثم نضيف الدقيق، ليكم كيف ما سبق لي قلت لكم انكم تخلطوه الخلاط الكهربائي او فقط هيدا باليد، فقط تخلطوا مزيان حتى ينسجم الدقيق مع السوائل. كيف ما كتشوفوا كنحصلوا واحد الخليط جاري شويه. دابا غادي نغطيه ونخليه يعني جهد 5 دقائق تقريبا. دابا الحال سخون، يعني 5 دقائق كافية باش نضيف باقي المقادير الأخرى. إذا من بعد ما كما شفتو يرسحت لينا شوية، غادي نضيف قبيصة ديال الملح، كذلك غادي نضيف نص كاس تقريبا، مواصلش كان نص كاس، قل من نص كاس شويش، تقريبا ثلث ديال الكاس المائدة ديال الكاس العنبة من زيت المائدة. دابا غادي نبقاو نضيفو، نخلطو هادشي، غادي نبداو نضيفو الدقيق. اليوم هزات لينا غربلو بطبيعة الحال، دائما جميع الحلويات المعجنات قد ما غربلتو الدقيق قد ما كيعطينا نتيجة أفضل. كنبقاو نضيفو شويه بشويه، ما تكونش مرخوفه كتير بزاف باش ما تعدمناش، وفي نفس الوقت ما تكونش قاسحه.
الكرواسه كتجي رائعه. انا قبل ما غادي نكمل العجين اللي غادي ندير غادي نقسمها على جوج، لانني غراضي باش نديرها يعني شويه فيها الكاكاو. اللي بغاها يعني يزوق حاجه كتجي زوينه عاوتاني منظر اللي كتعجبهم، واللي بغى يخليها كلها بيضه يخليها ماشي مشكل. انا في هذه المرحله غادي نخلطها كما كتعرفوا الكاكاو كينشف، غادي نقسمها عفوا، هنا غادي نقسمها ناخذ نص ديالها ونتلاقاو ان شاء الله. اذا هنا كناخذ الجزء اللي غادي نخليه ابيض، نضيف ليه الدقيق الكافي وانا كنحرك حتى نحصل على العجين اللي بغيت. جماعتك كما كتشوفوها يعني ما جاريهش بزاف، ولكن نتوما نتمنى انه يكون موضح في الصوره. بالنسبه للعجين اللي بقى ليا كذلك غادي نقسموه على جوج، يعني عينكم ميزانكم وصاف يعني جوج او لا تقريبا على جوج بحال بحال. فوالا غادي نشد واحد، غادي نضيف ليه ملعقه ديال الشوكولا المر، واحد غادي نضيف ليه جوج، غادي نضيف ليهم الدقيق بجوجهم ونجمعهم ونتلاقاو ان شاء الله. وهنا كنستمر كنضيف الدقيق يعني ميزاني حتى نحصل على القوام اللي انا محتاجه ليه. من بعد انتما كما كتشوفوا كملت العجين اللي عندي، ها هو القوام ديالها، هذه اللي غامقه شويه هذه مفتوحه وهذه بيضه. دابا غادي نغطيهم ونخليهم يخمروا ثلاثه بيوم تيتضاعف الحجم ديالهم مزيان ونتلاقاو ان شاء الله. من بعد ما خمرت ليا العجينه كما كتشوفوا تضاعف الحجم ديالها، ها هي خميره بيضاء. غادي نشكل منها كويرات. بالنسبه للتوراق غادي نحتاج كميه من الدقيق، انا هنايا عندي كميه من الدقيق ومايزينا مخلطين مع بعضياتهم، نص دقيق ونص مايزينا. كذلك غادي نورق بالزبده، انا غادي نستعمل هذه خاصه بنا خاصه بالتوراق، يمكن لكم ديروا اطلس، يمكن لكم ديروا حتى زبده ديال البواطه. صافي هنايا كنبدا نطلق الكويرات، كنبدا بالكويرات الابيض كما كتشوفوا الزبده انا ذوبتها شويه، كنستعمل بالدقيق المخلط مع النشا، كنطلق الكره الاولى البيضاء كنحطها في الطبسيل اللي غندخل الثلاجه، كندهن كميه من الزبده يعني جهد جوج معلقات اكثر كاع الا كثرتو، ثم كنطلق الكره اخرى بالكاكاو كنوضعها فوق الكره الاولى، وهكذا كنستمر وانا كندهن الزبده حتى كنكمل الكويرات كلهم اللي عندي. كنحاول نعطيهم نفس الحجم هكا، كنمشي بالتسلسل بيضه غامقه ثم بني مفتوح حتى كنكمل العجين كلها اللي عندي. اذا ها هي العجين ديالي من بعد ما ساليتها، انا غادي نغطيها بلاستيكه وغادي ندخلها للثلاجه باش الزبده تشبر راسها، باش ملي نكون كنطلق بالدلاك ما تعذبنيش. كما كتشوفوا هي الفوقانيه ما كندهنوهاش بطبيعه الحال بالزبده، ملي كنخليو صافي كنديرو تحتها الزبده صافي، وهنا ما كنديروش الزبده. دابا غادي نغطيها بلاستيكه وندخلها للثلاجه باش الزبده تقفط راسها ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. خرجتها من الثلاجه دابا كما كتشوفوا، غادي نحاول كنطلقها كل مره كنقلب باش ما تجيش واحد يعني هذه العجينه التحتانيه كتولي صغيره على الدوائر. كنطلق وكنعاود نقلب، كنضرب ونعاود نقلب. من بعد ما طلقتها كما كتشوفوا دابا السمك ديالها، يمكن لكم الا غادي تعذبكم في الخدمه يمكن لكم ديروا جوج يعني جوج من الدوائر، يعني مثلا اربعه الا قسمتوا كل عجين على اربعه غتخدموا جوج كويرات من كل لون لواحد الدائره بحال هكايا شكل الخبزه، يعني تقدوا جوج خبزات من العجين ديالكم باش ما تعذبكمش هكا تجي لكم كبيره الا ما بغيتوهاش كبيره. بسم الله نقسمها على جوج كخطوه اولى،
عاد غادي نقسمها على أربعة. كلما تلات نقسمها عاود. كذلك غادي نقسم هذا. يمكن لكم هذا مثلا تقسموه على ثلاثة بحال هكا، يعني على حساب نتوما كداش بغيتو. كناخدو واحد المثلث كنحلو ليه هنايا في الاول كما كتشوفوا، غادي نستعمل غنخدم انا بالشكلاط. عندي غير شكلاط يعني كالا وقسمته على جوج. يمكن لكم تخدموا بالشكلاط الخاص بالكرواسه يعني اللي متوفر عندكم. غادي نبقى ندور ما كنزيرش باش ما تجينيش مدقسه من الداخل. غادي ندور هنا، غادي نضغط عليه شويه بصبعي باش يكون موضح. غادي نضغط وغادي ندور هكا، وها هي الكرواسه ديالتي واجده على هذا الشكل. غادي نحطها في الطاوه حتى تخمر. نعاود معكم وحده اخرى الا حسيتوا بها غليظه كليكم تلقوها بدلك شويه مثلا بحال هكا. نحط الطرف ديال الشكلاط من بعد ما نكون قسمت العجين هذا هكا كديرو وكتلويو بلا ما تضغطو. كنوركو على هاد الراس بحال هكا وكنلويو. وهاد جوج هاد الراس هذا هو اللي غادي يكون لتحت، يعني ما تحتاجوا انكم تلصقوه بالماء او البيض بحال هاد الشكل. انا غادي نستمر حتى نكمل الكرواسه ديالتي كامله. اذا من بعد ما ساليتهم كما كتشوفوا غادي نضغط عليهم فقط ضغطه خفيفه هكا كاملين. يعني كل ما تضغط خفيفه ماشي كتقرصهم ولا. بالنسبه لي انا واحد الشكل ضفتو، يعني العجين ديالي قطعته على شكل مستطيل يعني كمثلثات. طيرت له الراس وخليته على شكل مستطيل، والفوق يعني شردته ولويته على هذا الشكل كما كتشوفوا ضعف الحجم ديالها. انا الفران سخنته شعلت عليه حتى سخن، من بعد غادي نقص عليه ما يكونش عافيه من جهه متوسطه باش يطيبوا لينا الكرواسه ديالتنا من الداخل. غندخلهم يطيبوا. يمكن لكم الا بغيتوا تدهنوهم نتوما من فوق دهنوهم، انا ما غاديش ندهنهم بحكم انني عندي الطبقه الفوقانيه كاكاو. يعني من بعد ما نخرجوا الكرواسه ديالتنا من بعد ما خرجتها من الفران، يعني الفران خاص طبيعه الحال كما سبق لي قلت لكم يكون سخون مزيان. يعني كندخلوا الكرواسه كنقصوا شويش عليه، ماشي كنقصوا يعني طايح بزاف، يعني متوسط حراره متوسطه باش يدخلها الطياب للداخل. ملي خرجتهم دهنتهم بالعسل، يمكن لكم تدهنوا بالكوفيتير او الناباج باش كيعطي داك البريون، وكتزينوا باش ما بغيتوا. وانا درت هنايا اللوز ايفيلي، يمكن لكم ديروا كاوكاو ايفيلي كاوكاو كونكاسي، يعني ديروا سكر كلاصي هكا يد من الفوق خطوط ديال الشكلاط، يعني نتوما كتفننوا. كذلك يمكن لكم تحتفظوا بها كيف ما هي. هاياك كيف ما كتشوفوا كتجي مقرمشه، وهذا الشكل النهائي ديالها. شوفوا من الوسط كيف كتجي مورقه، يعني بلا ما تحتاجوا انكم تبقاو تورقوا ودلكوا وتطويو، طريقه سهله كتحصلوا على هذه النتيجه كيف ما كتشوفوا الرائعه.